اليوم جاي اتعرف على شخصية سعودية من المناضلين في مجال السيارات. أسس مملكته الصغيرة اسمها مملكة السيارات، ومختصة بجميع السيارات الكلاسيكية والمميزة والسوبر رياضية، وأيضا المصنعة من مشاريعه الخاصة لجميع دول العالم. أهلاً، كيف الحال؟ كيف حالك؟ طامرك؟ شرفتني أخيراً، شرفنا معك. الله يحييك، طول عمرك. الله يطول عمرك، شكراً لك. حياك الله. الله يحييك. بصراحة يعني أنا سعيد جداً أن اليوم صار لي فرصة أنه أقابلك وتعرف على الإنجازات الكبيرة في عالم السيارات. الله يحييك. كيف الشغف هذا بدأ معك؟ وين تطور الشغف هذا؟ وصلنا لوين فيه؟ والله شوف، حب السيارات طبعا زي كل اغلب الشباب، يعني بدات معي ان المايباخ كان اربع ابواب. صحيح، اربع يعني ابواب، يعني الاونر ما يسوقها لانها كبيره عليه، فقلنا ناخذ فكره نحولها الى كوب. ممتاز. اي والله، فبدا المشروع كان يعني شويه مكلف ومزعج، بس صريت عليه وظهر للنور. اي ظهر للنور وان شاء الله. اول سياره مايباخ كوب، اول شيء مسجله باسمي وكل شيء. برضه هوايه او مجال تجمع سيارات مميز، يعني شايف وانا داخل ماشي شايف سيارات يعني ما في منها في العالم الا كم حبه. المينتنس عندنا اول باول، البارتس كلها اوريجينال، فنوريك بعض التحف. الله يحييك. هذه فراري بيبي فيراري، هذا صلحوا منها 38 سيارة فقط. محركها ايش؟ محركها واحد سلندر. واحد سلندر بنزين. ايه بنزين، نعم. شغال سيارة يعني، ايه هي سيارة بيرفكت مرة، هي شغالة وتقدر تشوفها. اوكي، تكتشف الأشياء بنفسك أنت يعني. في الزر هنا. اي نعم، هذا حق هذا حق الضوء، هذا حق الإنارة في التشغيل. و وهذه ترى الآن قيمتها تقريبا فوق ال 150 ألف دولار. ها، واو. هذا الآن تقريبا آخر نسخة انباعت تقريبا قبل حوالي 6 شهور ب 18 مليون دولار. الفلين فرينة. أي نعم، موديل 61. هذه انتجوا منها تقريبا 250 سيارة فقط. والأسأل، وهذا قلونج، هذا أول قلونج الموديلات اللي نزلت في 55. واو. إيه، هذا طبعا ما يعني ما تقدر تسوق اللي في المناطق البارده شوي لانه ما في راديتر. هو هذا اللي الله، هذا الباب. طبعا هذه السياره فيها ميزه انها ماشيه 191 كيلو بس. جديد يعني جديد، طلعها من الوكاله، من الوكاله على المستودع التخزين فقط لا غير. جي تي او، عندك الجي تي او، هذه طال عمرك موديل 85، صنعوا منها 272 سياره. طبعا في كم منها خمس سيارات ليمتد، انباعت بواحده منهم 70 مليون دولار، ولكن هذه اسعارها من ال 4.5 لل 5.5 مليون دولار. نعم. يعني لانه لما كم سنه 300 سياره كان مفترض تتصنع من الجي تي او. صحيح، ومن تعرف في تلفيات صارت كثير. وفي طبعا هذه من اقل برضو المايلج، ما كثير، ماشي تقريبا حدود ال 5000 كيلو فقط بس. يعني اللي استخدمها تمشي شوي فيها في ايطاليا وفرنسا ووقف. لا، هو هذه ميزته منها اونر واحد. اونر واحد. نعم. هذه سيارة الطفولة أنا بالنسبة لي، هي أجمل سيارة. أي سنة أمريكية 1990. طبعا هذه ثاني أقل مايلج سيارة في العالم بعد حقة المصنع. F40 هذه؟ أي 400 كيلو ماشي. 400 كيلو فقط. نعم صحيح. يعني ما مشى بالسيارة؟ لا ما مشى بالسيارة. كل السيارات اللي شفناها شيء من الآخر وخرافي مميز. كراون فيكتوريا اللي واقف هنا هذا ليش؟ هذا منه 25 سيارة. الفيكتوريا هذا؟ اي هذه اسمها كوبرا. كراون فيكتوريا هذا في منه موديل سبيشل. اي نعم. في كم سيارة؟ 25. 25 سيارة بس؟ غير ارضي؟ اي نعم، هذا شوف اولموست 500 حصان هذه. واه ايوه. اوكي كذا كثير يا ابو عبد الله. الحين هذه السيارة وين راح نصها؟ لا، هذه شركة إيطالية، تعرف اللي يصنعون الكرينات تبع البنايات اللي فوق هذه. اي هذا الصندوق حق الكرين، اخذوه حطوا لها كفرات، حطوا لها كفرات وحطوا لها بطارية روعة وحلت المشكلة.